بسم الله والابن والقدس الآن واحد آمين. المجد الآب والابن والقدس الآن وكل وين ويدار دور كلها آمين. ازيكم يا حلوين؟ أتمنى تكونوا كويسين. هنكمل النهاردة بإذن الله مراد صلاة الصلح هي النبرزبية. اللي باقي خلاص في جزء بسيط جدا، يعني دوبك سطر، هي طرق مختلفة شوية بس برضه تعتبر سهلة جدا. هنبدأ بس الأول بتاع الكلام بتاع الجزء الأخير اللي علينا دوت. إليوس إيرينيس سيسيا إينيسي أوس. تاني، إليوس إيرينيس سيسيا إينيسي أوس. الطريقة بتاعت سهلة أوي، هنقولها مرتين تلاتة لأن هي بسيطة، وبعد كده ممكن نبقى نعيد المرد كله من الأول. إليوس إيرينيس سيسيا ممكن نبقى نقسمها، لو في مشكلة ممكن اخد اول كلمتين بس. إليوس إيرينيس، تاني إليوس إيرينيس، اخر مرة إليوس إيرينيس سيسيا سيسيا. مرة بقى كله من الأول، أول الجزء دوت. إليوس إيرينيس سيسيا إينيسي. مرة كمان إليوس إيرينيس سيسيا إينيسي. ممكن بقى نقولها كده مرة من الأول، نجمع بيها المرد كله. Iten presbyan teti te oto koses o ab maria choisari emot nanim biko evon in tenen novi ten o ostemo ko bechres tor nem bekioten agasos nem bipnevma es oab je ak i ak soti emmon. الجزء بقى الجديد بتاع النهارده. إليوس إيرينيس سيسيا أول خطوة هناخدها بقى النهاردة منهج قبطي تالتة ورابعة. النهاردة هندي لولاد تالتة ورابعة، هما اللي يركزوا معايا، ده المنهج بتاعكم السنة دي في القبطي. هنبدأ بالمستوى الأول، وبرضو الحاجات اللي احنا هناخدها دلوقتي اللي هي الكلمات دي ثابتة عندك سواء مستوى أول أو مستوى تاني، فاللي هيخش مستوى اول او تاني يركز معايا دلوقتي جدا، لان ده عليكم انتوا الاتنين، زي ما الحروف عليكم انتوا الاتنين، وزي ما تقسيم الابتي والجينكم والكلم والحروف المتحركة والكلام ده كله عليكم انتوا الاتنين. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، هنمشي ازاي؟ هنبدأ بالحروف حرف حرف، وناخد على كل حرف وكل نطق لكل حرف كلمة. هنساعد بعض بقى ان احنا ناخد كل كلمة دي ونخش جوه الكلمة ونشوف هي الكلمة دي الحرف ده بيتنطق ايه، طب وده ايه، طب وده ايه، وانتوا اللي تنطقوا، انتوا اللي هتنطقوا معايا مش انا. النهاردة انا مش هشتغل لوحدي، النهاردة كله ينطق معايا. خلاص؟ طيب، فاكرين اول حرف كان ايه؟ فاكرين الاغنية؟ اول حرف كان حرف الالفا، صح؟ الالفا، قلنا ده اول حرف في الابطي. جميل. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الكلمة اللي عليه دي، وهنجيب لها شوية هنا صورة، وبعد كده في معلومة هتطلع هنا هفهمكوا يعني ايه. طيب ايه الحرف ده؟ يلا، ده حرف الألفا. والحرف ده
فاكرين حرف اللولة او اللافلة؟ طب جميل، وده الالفا جه كمان، وده حرف اللي هو شبه الكيبل انجليش، فاكرين الكاب؟ ممتازين. طيب يا ولاد دلوقتي بقى تعالى نحط قدام كل حرف نطق ده بيتنطق ايه، لو تقدروا تمسكوا معايا كشكول وتكتبوا يكون احسن. ده الف، وده لام. انا بس مش هكتب لان انا عايز اعودكم تقروا الابتي ابتي مش ابتي معرب. خلاص، الف وده يتنطق لام، وده الف برضو، وده كاف زي ما احنا عارفين كاب هو نطق واحد من الحروف الغلابة ده. طب ودي تبقى تتنطق ايه؟ آلاك، صح؟ آلاك، انا متأكد ان انتوا نطقتوها. آلاك، آلاك يعني ايه؟ يعني حلق، حلق حلو زي اللي احنا شايفينه ده. آلاك، قولوا كمان مرة، آلاك، مش سامع. آلاك، ممتازين، حلو. طيب ايه المعلومة دي؟ بصوا بقى يا ولاد، كل كلمة هناخدها لازم نعرف هي الكلمة دي مفرد مذكر، طب هي مفرد مؤنث، هو فعل، هو اسم شخص، هو اسم بلد، لازم اعرف زي العربي. فلو اتحط قدامها حرف البي ده يبقى هي مفرد مذكر، ولو اتحط قدامها حرف الطاف، الطاف تبقى مفرد مؤنث. غير كده فعل انت هتكون عارف ان هي فعل، اسم شخص انت هتكون عارف، خلاص يبقى بي، يبقى احنا عرفنا دي مفرد مذكر. تقول لي يا مستر طب هي دي هتفيدنا في ايه؟ اقول لك قدام لما نيجي ناخد قواعد كده، زي ما قلنا هناخد قاعدة كده اسمها ادوات التعريف والتنكير، هناك بقى ده هيبقى مفيد جدا. فعايزكوا تعرفوا كده كل كلمة معدين عليها هي بي ولا طاف، هي مفرد مذكر ولا طاف مفرد مؤنث. اتفقنا؟ تمام. يبقى الكلمة اللي على حرف الالفا اسمها ايه؟ آلاك، ومعناها حلق. جميل. الحرف اللي بعد كده ايه؟ اتفضلوا قولوا لي. حرف الفيتا كان ليه كام لعبة؟ بيلعب لعبتين. طيب تعالى ناخد كلمة على أول لعبة، فاكرين كنا قلنا هيتنطق في لو جه وراه حد من الحروف الشقاي المتحركة؟ ممتازين. طيب ناخد كلمة عليها، يلا قولوا لي حرف كل حرف. هنا الفيتا تتنطق ايه؟ تفتكروا ايه؟ هو جاي وراه حد متحرك، جاي وراه شقي. اه هو مش الالفا ده من الشقاي؟ ايوه يا مستر، يبقى دي هتتنطق ايه؟ في. برافو عليكم، في. طب والالفا ده يتنطق ايه؟ الف يا مستر، ده سهل. طب واللافلا او اللولا ده يا مستر؟ ما لسه جاي يا مستر، يتنطق لام. اتفضل بقى انت كده انطقها لي. فال. ايه؟ فال. كمان مرة، فال. فال يعني ايه؟ يعني عين جميلة زي اللي احنا شايفينها، فال يعني عين. برافو. وفال مادام جه قدامها بي يبقى مفرد مذكر. ممتازين. طيب ايه كمان؟ اللعبة التانية بتاعت الفيتا، ما احنا مش هنسيبه، لازم ناخد كلمة على كل لعبة فيما عدا ذلك هيتنطق به. يبقى انت تلقائي الفيتا ده هنا هيتنطق ايه؟ به. ما فيش بعديه حرف متحرك، ده اخر كلمة، اخر حرف في الكلمة. وده طاف، ته يا مستر عارفينه. وده لقيتا، فاكرين ايه طويلة؟ يبقى دي تتنطق ايه بقى؟ مين الذكي اللي هينطقها صح؟ تيب، تيب. كمان مرة، تيب. اسمع تاني، تيب، تيب يعني اصبع، اصبع. خلاص يبقى اصبع او صوابع، دي اصبع يعني تيب. طيب باي يبقى مفرد مذكر. يلا الحرف التالت، حرف ال اللي هو اللي كان فيه الاس بالانجلش، حرف الغمة، وكان بيلعب كام لعبة؟ تلات لعب. يلا بقى ناخد على كل لعبة كلمة. أول لعبة كنا بنقول هيتنطق جيم لو جه وراه حد من بتوع عم كسرة الأربعة اللي هم اي ايتا يوتا ابسلون. جميل. يبقى انت تلقائي لما تبص هنا بقى وتاخد الموضوع بفهم، انا مش حافظ ده الغمة. اوكي غمة، تقدر تحكم دلوقتي عليه بيتنطق امتى؟ بيتنطق ايه؟ لا لازم ابص يا مستر على اللي وراه، انا فاهم اللي وراه كان ايتا، حد من بتوع عم كسرة. بس خلاص يا مستر انا كده عرفت ان هو هيتنطق جيم، شكرا جيم. فلما نيجي ننطق الكلمة دي تبقى ايه؟ ده ايه طويلة دي الايتا، تبقى جي، جي، جي يعني ارض، جي. وهي مفرد ايه بقى دي؟ مؤنث مش مذكر، بي مذكر لكن ارض دي مفرد مؤنث. طيب تاني لعبة كانت ايه في الغمة؟ دي عايزة تركيز وعايزة فهم وعايزة ناس شاطرة، مين شاطر منكم هيعرفها معايا؟ كلكم شاطرين.
يلا بينا. قال لك تتنطق نون لو جه وراها حد من الحروف الحلقية. شكرا. زي ايه طيب الحلقية؟ قلنا غمة كبة اكسي وكي. طيب ممكن يا مستر تساعدني ان انا اقرا الكلمة دي اللي هي معناها ملاك؟ حاضر، يلا نمشي حاجة حاجة واحنا هنفهم. الحرف ده يتنطق ايه؟ الف. شكرا. طب الغمة دي تتنطق ايه؟ لا استنى يا مستر مش عارف. بص على اللي وراها على طول، ما تحكمش على الغمة غير بعد ما تبص على وراها، دي قاعدة. اوعى تحكم على الغمة غير بعد ما تبص على اللي وراها. اللي وراها غمة حلقي، يبقى نون يا مستر، يبقى ده نون. طب وده؟ بص على اللي وراه. اللي وراه ايه؟ اي متحرك عم كسرة، يبقى اللي فات كان ايه؟ جيم. يبقى انجي ان، ودي ايه؟ ودي لام، ودي او صغيرة، ودي سين. يبقى انجيلوس، انجيلوس، انجيلوس. قولوا انجيلوس كمان مرة، انجيلوس. انجيلوس يعني ملاك جميل زيكو كده، ملاك زي الملاك اللي قدامنا ده، جميل. وده طبعا ملاك مفرد مذكر يبقى بلاي. طيب اخر بقى لعبة في حرف الغمة. شفتوا يا ولاد اللي عارف الحروف شايف اي حاجة صعبة؟ شايف الدنيا بسيطة جدا وماشية حلوة جدا صح؟ برافو عليكم. حرف الغمة قال لك غيم في ما عدا ذلك. تبص وراه لو ما كانش فيه كده او كده يبقى في ما عدا ذلك هيتنطق ايه؟ غين. طب حلو، زي كلمة ايه؟ غالة. قولي ورايا غالة. كمان مرة غالة. غالة يعني ايه؟ يعني لبن. غالة يعني لبن. ممتازين، في ما عدا ذلك، اتفقنا. يلا نكمل، وطبعا دي مفرد مذكر. اوكي الحرف اللي بعد كده اللي قلنا شبه الألفا بس ملوش ديول، حرف الدلتا. فاكرين لما قلت لكم يتنطق دال لو كان اسم شخص او بلد؟ قلتوا لي اه يا مستر. يعني معنى كده ان هنا لو اتنطق دال لازم يكون اسم شخص. ادم. اه يا مستر ادم ده شخص، يبقى معنى كده ان الدلتا دي هتتنطق هنا ايه؟ دال. طب تيجي ننطق الف ودال وكمان الف والمي مين، يبقى هتتنطق ايه؟ ادم. آدم، آدم يعني آدم. نطقتها ليه دال يا مستر؟ لأن جت هنا في اسم شخص اللي هو آدم. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. طيب هنا دي هي دي مفرد مذكر؟ لا. هي دي مفرد مؤنث؟ لا. طب دي فعل؟ لا. ده اسم علم. فاكرين احنا اسم علم اللي هو اسم شخص أو بلد، فده اسم علم. جميل. طيب كان ايه تاني؟ قالك لو ما كانش اسم علم اللي هو شخص او بلد يبقى ذال على طول. طيب تعالوا بقى ناخد الكلمة دي بتركيز. هنا دي هتتنطق دال ولا ذال؟ ها هي دي إيه؟ صديق. صديق الكلمة بتاعت صديق دي هي دي اسم علم؟ لا. يبقى دي هتبقى ذال. وده يوتا، يه صغيرة. دي كاف كبة. ها اي ايه. اوميكرون او صغيرة او قصيرة. والسيما سين. طب تعال كده جرب انت. ذي كاوس صح. الحرف اللي بعد كده حرف جميل من الحروف المتحركة بتاعت عم كسرة، حرف الاي. قلنا بيتنطق ايه تفتكروا؟ ايه يعني نطقه هنا جاي اهو في الاول ايه. وده اللي زي البي بالانجليش رو، بيتنطق ره. برافو. وده اللي هو الاول طويلة الاوميجا فبيتنطق او. وده اخر حرف في الات اللي هو التي. يبقى لو قلت لكم يا ولاد تعرفوا تنطقوا الكلمه دي، يلا نجرب. ايروتي. برافو. ايروتي قولوا معايا ايروتي. كمان مره ايروتي صح كده، يعني لبن. زيها زي غلا، الاتنين بمعنى لبن. برافو عليكم. ودي لبن مفرد مذكر. ممتازين، يلا نكمل. فاكرين حرف الحرف ده اللي اسمه ايه؟ سو او سو او. سو او سو او دي او الحرف ده ما بيستخدمش قلنا غير في ايه؟ التعبير عن رقم ستة بس، هو رقم ستة خلاص. طيب تعالوا ناخد الكلمة دي. سو او سو او ده اللي هي الحرف بتاعنا. وهنا ده حرف نية عليه جينكم. اه فاكرين الجينكم؟ النية ده حرف متحرك
لا، يبقى لما يجي عليه الجين كيم يتحط ايه قبليه؟ كاني بحط قبليه ايه؟ ايه برافو، يبقى ان، يبقى دي تتنطق ايه؟ ان، مش ن، ده تتنطق ان. كابا كاف الفا الف، حرف ايه ده؟ شاي شين، يبقى سو او ان كاش معايا، سو او ان كاش. لا عايز اسمع صوته قوي، سو او ان كاش يعني 6 اقلام، ان كاش اقلام، سو او 6، اهم هم دول 6، 6 ان كاش، سو او ان كاش، وده عدد، فطبعا مش مفرط مذكر ولا حاجه لان ده عدد. حلو، الحرف اللي بعد كده حرف الذيتا اللي هو شبه الزد بالانجليش، ده غلبان بيتنطق زيل دائما، هناخد بيه كلمة مدرسة. يلا طبقوا معايا، الفا الف، النية هتتنطق نون يا مستر، عارفين الذيتا تتنطق ايه؟ ذال، ملهاش يا مستر حاجة تانية، برافو عليكو. الايتا فاكرين ايه؟ طويلة يا مستر، ايوه عارفينها، خلاص عرفناها، يه طويلة. وده طب الفيتا هنا تتنطق ايه؟ افتكروا كده، احنا قلنا الفيتا لو جه وراها حرف متحرك هتتنطق في، طب هنا في حرف متحرك وراها؟ لا يا مستر مفيش، يبقى تتنطق ايه؟ به عادي. يلا ننطق انزيب كمان مرة، انزيب، اسمع تاني، انزيب، انزيب يعني مدرسة، خلاص. ودي مفرد مؤنث طاف اهي، مفرد مؤنث، ممتازين. يلا حرف كمان، حرف الايتا اللي احنا عمالين نستخدمه ده اللي بيجي كتير ده، ده عليه كلمة سهلة اللي هي ايه؟ الشمس، الشموسة. ده حرف ايه؟ الرو. وده الياء اللي بتتنطق ايه؟ طويلة. فلما حضرتك تيجي تنطق الكلمة دي تتنطق ايه؟ تفتكر ايه؟ سهلة، ري ري ري، كمان مرة، ري ري يعني ايه؟ الشمس، الشموسة يعني شمس، طبعا مفرد مذكر. جميل كده، انتوا اللي بتنطقوا، انا بس اللي هو ايه معاكوا بس كده، لكن انتوا اللي بتنطقوا. ادينا يا مستر حرف تاني، عايزين ايه؟ ناخد كلمات اكتر وهنحفظها يا مستر لان هنستخدمها في القواعد بعد كده. جميل، الحرف ده اللي هو حرف الثيتا، ده كان بيلعب، ده كان بيلعب لعبتين، ده كنت قلت لنا يا مستر ان ده لو جه قبله سيما او شاي هيتنطق ت، سيما او شو يجوا قبله ت. طب تعالوا نجرب الكلمه دي نفهمها قبل ما ننطقها. الحرف ده ايه يا ولاد؟ اللي زي السي اللي بالانجلش، سيما، سيما وعليه جينكم. طب يبقى ايه؟ هو السيما ده متحرك؟ لا ده ساكن، يبقى كانك هتحط قبله ايه؟ ايه، فهيبقى عامل زي اس، برافو اس، اللي لازم معايا ده ممتاز. طب هنا الثيتا بقى يتنطق ايه؟ مين رد؟ ت، ايوه ليه ت؟ عشان جه قبله يا مستر سيما، احنا اذكياء، ايوه جه قبله سيما فاتنطق ت. وده واو صغيره، او صغيره، وده يوطا، مين يجرب ينطق يبقى ممتاز؟ قدامكم 5 ثواني، اللي يجرب ينطق ينطق لحد ما انا اقول حد نطق؟ انا متاكد ان في ناس كتير نطقت. اقول انا استوي، كمان مرة افتوي، تاني افتوي، كمان مرة افتوي، ما اسمهاش افتوي، لا اصل دي مش طويلة، دي مخطوفة تبقى عاملة كده، افتوي، كمان مرة استوي، تاني استوي، ماشي. انا ممكن اكون ألدغ شوية بس انتوا مش زي، ماشي، فانا هحاول اسبق اهو، استوي، كمان مرة استوي، استوي يعني رائحة، مش بنقول استوي نوفي رائحة ايه؟ البخور، مين اللي بترمز لرائحة البخور يا ولاد؟ ما العضرة، بنقولها في اللحن اللي بنقوله كلنا، شيريني ماريا في التسبح، صح، استوي نوفي، تمام، رائحة. ودي مفرد مذكر، يبقى احنا كده اختبرنا نفسنا في الثيتا، لقينا نفسنا شاطرين وخدنا عليه كلمة استوي اللي هي رائحة. يلا نكمل. طب الثيتا بقى لو ما جاتش قبليها سيما او شاي، خلاص بقى هتنطق ثه اللي هو اول حرف من اسم الحرف، هو نطق الحرف. يلا انتوا اللي هتنطقوا، دي هتتنطق ايه هنا؟ ت؟ لا،
هو في قبلها سين او شاي؟ لا، يبقى ث. الف الفا مي ميم، خلاص بقى احنا فهمنا. يوتا يه، اوميكرون او، يبقى ايه؟ ها ها ثاميو، ها ثاميو، كمان مرة ثاميو، يبقى ثاميو يعني خليقة، ثاميو يعني خليقة زي الحيوانات اللي بابا يسوع كده ايه اللي ربنا خلقها في الأول مع آدم وحواء، ثاميو خليقة، ودي مفرد مذكر. يلا نكمل. ايه الحرف الغلبان ده؟ اليوتا، اتنطقيها صغيرة. يلا ناخد عليه كلمة أنا بحبها قوي، أنا بحب الكلمة دي جدا 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 جدا. ايه الكلمة دي اللي هينطقها هيبقى شاطر قوي؟ يوتا يه صغيرة، ودي الأوميكرون أو صغيرة، ودي فاكرين اللي هو ليه الوزة، ليه الوزة اللي هو ايه؟ هوري. يلا مين ينطقها معايا الكلمة اللي أنا بحبها وانتوا هتحبوها معايا؟ يه يه يه، يعني ايه؟ يعني قمر. يه يه يعني قمر، خلاص. طبعا قمر هو مفرد مذكر. يه، خليكم فاكرين الكلمة دي عشان أنا بحبها، ممكن تفضلوا فاكرينها. شكرا. ماشي، يلا نخش على بعد كده الحرف السهل اللي كلكم بتحبوه، حرف الكبة. هو ده بيلعب؟ لا، بس كلمته كلمة مهمة جدا جدا اللي وحشتنا جدا. كلمة ايه؟ كنيسة، كلنا عارفينها اعتقد. اكليسية، اكليسية، الكلمة دي تفضل في دماغنا طول العمر، اوعى حد ينساها. كنيسة، اكليسية، اكليسية، اتفضلوا قولوا ورايا اكليسية، كمان مرة اكليسية، ونكتبها ونعيدها ونزيدها لانها دي من اهم الكلمات اللي لازم كل واحد يكون عارفها. اكليسية يعني كنيسة، حرف الكبة، ودي طبعا مفرد مؤنث.